يعني رفض الشيوعي المصالحة أو المساومة مع الإسلاميين، تعليقك على هذا الخبر؟ نعم، الحزب الشيوعي طبعا بعدما اتخذ قرارا قبل أيام بالانسحاب من قوى الحرية والتغيير كان لديه رأيا واضحا وموقفا واضحا، وقال أنه مع الثورة الكاملة ولن يتراجع عن ذلك، وأنه سيمضي وسيسعى لإحداث تغيير جذري فيما يتعلق بالمعادلة السياسية الحالية، خاصة وأنه يرى أن ما زال هنالك تحالفا بين حتى الحكومة الحالية وبين اللجنة الأمنية السابقة للرئيس المخلوع عمر البشير. وبالتالي الحزب الشيوعي سيكون في التأكيد لديه رأي متشدد في أي تغارب أي مصالحة مع الإسلاميين، خاصة وأنه أيضا قد ذكر في بيانه بأن هنالك حاضنة جديدة ستشكل، وهذه الحاضنة الجديدة ستبنى على مشروع هو مشروع الهبوط الناعم. مشروع الهبوط الناعم بحسب الحزب الشيوعي هو بدأ في العام 2012، وكان الهدف منه قيادة مصالحة بين أفراد بين النظام السابق وبين المعارضة في ذلك الوقت، وقال إنه ما يجري الآن هو امتداد لذاك المشروع. وبالتالي من شأن الحزب الشيوعي أن يهاجم جبريل أو أي فصيل آخر يتحدث عن المصالحة مع الإسلاميين بضراوة، لأن هذا يمثل خطه السياسي في هذه المرحلة. نعم، جبريل إبراهيم زار أسرة الترابي لتقديم واجب العزاء، هل في هذه الزيارة أغراض أخرى وأهداف أخرى؟ زيارة جبريل دكتور إبراهيم للترابي هي ممكن أن تكون في مسارها الطبيعي، لأنه باعتبار أنه دكتور الترابي كان قد زار في وقت سابق أسرة الشهيد خليل إبراهيم عندما يعني لقى حتفه في مناطق العمليات، واتهمت الحكومة بذلك في ذلك الوقت، وهذا هو رد للجميل. ولكن المهم في المسألة هو إطلاق تصريحات من قبل جبريل لدى زيارته أسرة منزل الشيخ نورين الذي توفى في حادث حركة مؤخرا، وأرسل رسالة هي التي يمكن أن تؤجج كثير من أصحاب الأيديولوجيات عندما قال بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يحذف من المناهج، في رسالة واضحة لما تقوم به إدارة المناهج فيما يتعلق بمراجعتها. هنا كانت هنالك نقطة تتعلق في أن جبريل ربما أراد أن يتبنى بذلك استقطاب المجموعة الإسلامية باعتبار أنها تشكل واحدة من الكتلات، وهذا يعني أنه عاد لماضيه القديم، واعتبره الكثير من المراقبين أن هذا يعد ضلالا ولا يشبه الطريقة التي أتت بها الثورة، لأنها ترى أنه لا بد من استبعاد الإسلاميين من الخارطة السياسية في هذه المرحلة، وأن يعودوا مرة أخرى يمكن عبر الانتخابات في الفترة القادمة. هل تتوقع عودة مرة أخرى للإسلاميين في ظل هذا الهبوط الناعم؟ الاستقطاب في السياسة السودانية بالتأكيد سيكون في الفترة القادمة حادا، خاصة وأن هنالك حاضنة جديدة ستشكل وهنالك فرز جديد سيحدث، فهذا يعني أن هنالك هذه الحالة ستحتاج لاستقطاب من كل الكتل. الإسلاميين ليسوا هم بالشريحة البسيطة، هم عدد كبير من الناس كانوا يحكمون البلاد 30 عاما، فهذا يعني أن كتلهم ربما أيضا تشهد حالة من الاستقطاب، باعتبار أن هنالك إشارات لم تأتي من جبريل وحده وحتى من قبل مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الشمال، وكذلك من قبل مني أركم الناوي، بأنهم لا مانع لهم أن يتعاملوا مع الإسلاميين المعتدلين غير الذين أجرموا، والذين أجرموا يحاكموا. إذن ستكون هنالك اشتراطات، سيكون هنالك واقع جديد، وهذا ما ألمح إليه الحزب الشيوعي السوداني الذي رأى أن هذا هو الهبوط الناعم، وهذا تحول جديد في مسار الثورة سيعمل على التغيير الجذري بالتحالف مع قوى أخرى. ما الهدف من هذه التصريحات التي ذكرتها لمني أركم الناوي وعقار في أنهم لا يرفضون المصالحة مع الإسلاميين المعتدلين؟ ما هو الهدف من هذه التصريحات تحديدا في هذا التوقيت؟ في التقدير تحييد الإسلاميين برضو مهم في هذه المرحلة، ربما يكون في وجهة نظرهم باعتبار أنهم لا زالوا لاعب متحرك في الساحة ويحدث كثير من التخريب في هذا الوقت، وإذا استطاع الإسلاميين التوحد من جديد ومواصلة ما يقومون به من هذه الأعمال التي من شأنها تغويض النظام، هذا سيؤثر على المشهد السياسي السوداني وعلى استقراره، وربما هذه رسائل للمعتدلين حتى يكفوا عن أي اتجاه للتحالف مع الذين يريدون إسقاط النظام بشكل كامل. إذن هذه واحدة من المعطيات الجديدة في الساحة، وسيكون لها صدى واسعا، وربما قد يسحب هؤلاء تصريحاته عبر رجعنا نتيجة ضغط الشارع، وربما يستطيع الإسلاميين أيضا إبراز قوة جديدة تجعلهم هم جزء من المعادلة السياسية، خاصة وأن الاتهام ما زال موجودا، لأنه حتى الحكومة الحالية مشكلة بتحالف بين
الجهاز التنفيذي الحاكم الحالي وهو الحرية والتغيير واللجنة الأمنية التي كانت هي اللجنة الأمنية للمخلوع البشري. نعم، ولكن سؤال مهم جدا، إذا عاد الإسلاميون المعتدلون يعني كما أشار مني أركم الناوي وأقار، هل سيتقبلهم الشارع السوداني؟ التحالفات هي ما بتبغى، هي ما نظير مشروع الشارع السوداني في مسألة المسائل المتعلقة بالتقبل. التحالفات هي تركيبات يعني بين قوى سياسية مختلفة، وهذه القوى السياسية المختلفة إذا كان لديها تأثير فبالتأكيد يمكن أن تمحو كثير من آثار الماضي. في كثير من التاريخ السوداني رأينا أن كانت هنالك قوى تم سحبها من المشهد السياسي السوداني وكان الشارع لا يراهن عليها ولفظها وركلها، ولكنها في بعض الأحيان تستطيع العودة بأسباب أخرى من جديد. الإسلاميون أيضا عندما كان الرئيس جعفر نميري وعملوا معه كان بعد الانتفاضة هنالك هجوم واسع عليهم بأنهم سدنة مايو، وأن الترابي هو كان مستشار النميري وأنه كان وراء كثير من المحاكمات التي جرت في ذلك الوقت وما إلى ذلك، ولكن بعد ذلك استطاعوا العودة مرة أخرى عبر الانقلاب، أو استطاعوا أيضا العودة مرة أخرى بشكل أكبر فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وكانوا هم يمثلوا الكتلة الثالثة خلال الجبهة القومية الإسلامية. الوضع الآن صحيح مختلفا، هنالك رأي عام في وسط الشباب الذين هم تربوا في عهد الإنقاذ ضد الإسلاميين، ولكن بالتأكيد المعادلات فيما يتعلق بالتحالفات قد تكون مختلفة. سيحدث فرز في الشارع إذا اقتربت الحركات المسلحة أو سمحت للإسلاميين بالعودة من جديد بينهم وبين الثوار. هنا هذه المعادلة من ينتصر فيها هذا هو ما ستكشف عنه الأيام، لأنه حتى الآن لم نشهد أي نوع من المنافسة المحمومة في هذا، وهي المسألة مجرد تصريحات. هل تتوقع أن تقوم الحكومة القادمة بمصالحة مع الإسلاميين؟ الحكومة القادمة يعني إذا قامت وهي أصبحت حكومة الهبوط الناعم من خلال الرسائل الحالية الآن، وهذا يشير إلى أنها ستتعامل معهم ولو من باب التحييد، ولكن لا أتوقع أن تتعامل معهم من باب مصالحة كاملة. نعم.